موضوع الزكاة للأموال الداخلة بالاستثمار. في مبلغ معين داخل في عملية استثمارية وحال عليه الحول، فهل تجب عليه الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا. طيب شيخنا تفضلوا. إن كانت هذه التجارة تجارة عادية مثل بيع وشراء، مثل ما يفعله التجار في السلع اليومية التي تباع وتشترى، يجب عليه الزكاة في آخر السنة عن رأس المال وعن الربح المحقق. يعني لو كان هو أدخل 100 ألف وربح 10 إن شاء الله بالمئة، أي 110، فيدفع الزكاة عن 110 آلاف ريال أو دولار أو ليرة أو أي شيء من هذا القبيل. نعم. أما على فلنفرض، أما إذا كانت التجارة في العقارات مثلا، أدخلها في العقارات وكل المبلغ في العقار، فالعقار لا تجب الزكاة إلا في دخلها، فحينئذ تجب الزكاة في الأجرة المحققة، أو يعني من ليس من الصافي وإنما من إجمالي، يعني كل المبلغ الأجرة تحسب وتدفع عنها الزكاة بنسبة 2.5%.